خير تفضل. الدكتور كيف يحمي لنا الى الصبر الاعتصام الذي دعا له الاقليمي اعتصام امام اداره المنتخب المصري كما تلاحظون وحضور اخوان الاخوات مناضلين اللقب المستقله كرد على سياسه التماطل وسياسه الهروب الى الامام لكي ينجوا المسؤولين خصوصا السيد مدير النيابه ديال المنتخب الاقليمي اللي للمشكل ها هو راه كاين واحد الاعتصام مفتوح كاين 10 ديال النقاط في الملف الطلابي كاين مشاكل متراكمه ومستمره لا في الاطر الصحيه كاين خاصه مولد كاين المشكل ديال ديك التعويضات متاخره المتصف تعويضات ديال الحراسه ديال الاطر التمريضيه الصحيه مثلا من 2017 كاين تعسف في حق الاطر التمريضيه وتضييق الفريق الرقابيه كاين ضعف في البنيات والتجهيزات كاينين خاصه التجهيزات معدات الحمايه ومعدات العمل والظروف مزريه في الشهر واحد كان واحد المقيت تعسفي مؤخرا ديال بعض الاخوان مناضلين النقابه المستقله في الصحه النفسيه كاين ما كاينش خاصه اسمه الصحه النفسيه ولكن هو غير تم الانتقاء ديال هاد الاخوان هاد العناصر كاجراء انتقامي ولا انتقائي من بعد باش درنا واحد الوقفه احتجاجيه ضد هاد المشاكل اللي كاينين اللي كيعاني منها المشفى كما قلنا كاين المشاكل بالجمله لهذا الضغط لوسائل الحمايه في كوفيد احنا شفنا اوميكرون هذه الموجه الثالثه ولا الرابعه اللي ضربه دابا بلادنا الحبيبه وكاين مشكل ضعف البنيات التجهيزات ما كاينينش وسائل الحمايه والتعقيم المشكله كنقولوا كنعاودوه الناس المسؤولين وصلوهم درنا طلب لقاء جلسنا مع السيد المدير شفنا بعض المرات جلسنا معه هو السيد المدير بعض المرات لحد الان ما كاينش تفاعل حقيقي واراده صادقه وتفاعل ايجابي باش هاد المشاكل اللي حل هاد المشاكل المتراكمه حنا كنتسناو تفاعل عندنا وتنطلبوا حتى السيد المدير الجهوي والسيد العامل الاقليم ديال صاحب الجلاله فلا عماديز كيدير مشكورا جا قام بزياره مفاجئه للمشفى الاقليمي يوم الاحد الماضي وقام بزياره للمعتصم وخذ بان كنتسناو من هاد التدخلات تنشربوا خيرا من تدخل السيد العام لحل هذه المشاكل لان المدير لاحظنا بانه كاين تعنت واصرار على غياب الحكامه غياب المقاربه التشاركيه يحاول اتخاذ قرارات انفراديه قرارات تعسفيه قرارات استفراديه ولا احاديه حنا ما كنقبلوهاش حنا كنطالبوا بالشراكه لان شركاء حقيقيين كنقابه مستقله للممرضين وتقنيه الصحه اللي عندها تمثيليه وطنيه على الممرضين وكانت هي اللي كتدعي لتعطيل القوة الاقتراحية ودستور المملكة راه كيدعي لإشراك المنتخبين ولا الشركاء الاجتماعيين في اتخاذ قرارات اللي كتهم الموارد البشرية وشكرا. شكرا لك. سير السلام لك. صافي. تفضل السي أولا. قرب الميكروفون. أسقرب. سير تفضل. السلام عليكم معكم مسؤول عضو المنتخب الوطني للنقابه المستقله للممرضين اليوم النقابه المستقله للممرضين النقابه المستقله للممرضين كيخوض اعتصام السابع على الدوائر تصديا لتعنت اداره ورفضها الجلوس لفور الحوار من اجل ايجاد حلول للمنازع عن مختلف المشاكل التي يخوض فيها المستشفى في وضعيه كارثيه جدا في واحد المناطق خطير المواطن كيعاني الممرض كيعاني باقي الفئات كتعاني لا لشيء الا بسبب واحد الاداره فاشله واحد الاداره اللي هي كتعبر على واحد الثقافه اللي هي مناهضه للعمل النقابي واحد الاداره اللي ما كتحبش المقاربه التشاركيه يعني الامور خطيره جدا وجب على الجهات المسؤوله التدخل من اجل ايجاد حلول اللي هي في مستوى التطلعات ديال الامور الصحيه المستشفى الاقليمي ايزكان الممرضين فيه لم وتقنيي الصحه لم يتوصلوا بتعويضات الحراسه والالزاميه منذ سنه 2017 هذا الشيء كارثي جدا هذه امور خطيره جدا المستشفى الاقليمي ايزكان ما كاينينش الاجهزه الطبيه والمعدات وادوات الحمايه بكافيه بالنسبه ولا منعدمه بالنسبه للمستشفى الاقليمي ايزكان على مستوى المصالح هنا كنشير المصالح اللي هي اكثر حيويه كالمستعجلات وسميتو المصلحه ديال الولاده كذلك المصلحه ديال الطب النفسي مجموعه من المصالح والمصلحه ديال الطب الباطني والمصلحه ديال الشيروجي مختلف المصالح جميع المصالح ديال المستشفى الاقليمي سكر كتعاني من واحد التخصص مهوي في الموارد البشريه خاصه في الفئات الممرضه وتقنيه الصحه
انتم سميتوا حنا كنقابة مستقلة راسلنا جميع الجهات، راسلنا المندوب الاقليمي، راسلنا كذلك السيد عامل عامل جلالة الملك كذلك، راسلنا المندوب الجهوي، راسلنا وزارة الصحة كذلك. يعني الامور قمنا بجميع المراسلات وجميع التحركات الميدانية، ولكن هاد الناس هادو كينهجوا معنا سياسة الأذان الصماء. كندعيو هاد الناس انهم يجلسوا معنا بواحد الحوار اللي هو مدمر، واحد الحوار اللي هو جاد، كنقابة مستقلة من الممرضين، ويلقاو معنا الحل. كما كنشوفوا حنا اليوم كنديروا واحد كنعلنوا على واحد الاعتصام امام إدارة المستشفى، في حالة لم تستجب الإدارة المطالب ديالنا اللي هي عادلة ومشروعة، اللي هي 10 نقاط أساسية بدون مزايدات بدون استثناء، فحنا غادي نرفعوا هذا المعتصم للمديرية الجهوية للسحاب الرحيم الاجتماع بجهة المسا. اعتصام غادي نعلنوا على واحد الاعتصام مفتوح مرفوع بإضراب عليه الطاقم حتى تستجيب الإدارة المطالب ديالنا، لأن الأمور هنايا في المستشفى الإقليمي جدا خطيرة جدا، والضحية الأول والأخير هو المواطن. حنا كأطر مريضية كنشكيو وكنعانيو من هذه المستشفى هذه اللي ما فيها لا بنية تحتية لا أجهزة لا تنظيمات كبيرة، واحد التزييف فما بالك بالمواطن المغربي، فما بالك بمواطن عملت في السكن أجودة. يعني كندعيو مرة أخرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه يخدم المبادرة بشكل شخصي ويدخل واحد الطريقة اللي هي عملية جدية ويلقى الحل قبل أن تزداد الأوضاع وتأزم. وتحياتي شكرا لكم. يسولوا غالي محمد صافي صافي اسمع سكنتين.